أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذنك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال يا ذا الإكرام، أن تحفظ هؤلاء الإخوة الذين كل عام يبذلون وقتهم وجهدهم ومالهم من أجل إقامة هذا الحفل، تعبيرا منهم عن محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتفالا بمولده عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل لهم الحفظ في الذرية وفي الصحة وفي الدين. نسأل الله تعالى الرحمة لأمواتهم، الشفاء لمرضانا ومرضاهم، كل من ساهم في هذا الحفل. نسأل الله عز وجل له تيسير الأمور والبركة والحفظ. اللهم آمين، اللهم آمين. هذا الحفل أيها الإخوة الكرام الذي نحضره لأننا نعتقد كل عام أنه بعيد عن ما يخالف شرع الله عز وجل وعن ما يخالف سنته عليه الصلاة والسلام، لأن الذين يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وسلم أنواع. فإذا كان الاحتفال يقرأ فيه القرآن ويصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتم فيه التذكير بسنته وبسيرته، فهذا أمر محمود بإذن الله تعالى. أما غير ذلك من الأمور التي نراها ونسمعها فتلك أمور ما أنزل الله بها من سلطان. نسأل الله تعالى الهداية لأصحابها ولنا وللمسلمين أجمعين. إخوتي الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، والله تعالى قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية وحدها تأملها وتدبرها يعتبر بالنسبة إلينا معرفة لقيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدوره حيا ولدور سنته وسيرته بعد وفاته. أولا، الله يقول لقد من الله، من تفضل، ربي تفضل على الناس، لقد من الله على المؤمنين إكراما من الله وتفضلا منه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. معنى من أنفسهم، رسول الله لم يكن ملكا ولم يكن مخلوقا غريبا، من أنفسهم. لو كان رسول الله ملك، لو كان جنا، لو كان مخلوقا غريبا، لا يمكن الانتفاع به، لا يمكن. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وطلبوا أمورا غريبة. الله قال من أنفسكم، أي أنه بشر مثلكم، تعرفون نسبه، تعرفون أخلاقه، تعرفون حسبه، تعرفون قدره. فقد كان رسول الله قبل أن يكون رسولا لله كان الصادق الأمين، أي أن المشركين الذين عاشوا معه كانوا يعلمون منذ البداية أنه لا يكذب ولا يخون. فلما بعث بالرسالة كان عجيبا أن يقولوا عنه إنك كذاب. غريب، أنتم تعرفونه 40 عاما أمينا صادقا ثقة، والآن تقولون كذاب، فهذا لا يستقيم. فإذا الله قال سبحانه من أنفسكم. شنو دور رسول الله؟ يتلو القرآن. بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. لما كان رسول الله حيا شنو كان دوره؟ كان يقرأ على الناس القرآن. كثير من الذين دخلوا الإسلام بسبب القرآن، يقرأوا القرآن، يتدبرونه، يعرفون أن هذا الكلام ليس كلام رسول الله ولكن كلام الله تعالى فيدخلون. شنو هو الدور الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يزكيهم. معنى يزكيهم؟ يطهر قلوبهم، تطهير القلوب من كل الأمراض، الحقد والحسد والكراهية والبغضاء.
دور رسول الله تلاوة القرآن الكريم، ثم تزكية النفوس، ثم ثالثا وهذا ينبغي أن نحرص عليه ونذكر به، ويعلمهم الكتاب والحكمة. أي أن النبي ما كانش بحال دوك الدراويش غير جالس يقرأ عليهم ويجمعوا منا وذكر، لا لا لا، كان يدير هذا الشيء، ولكن دور آخر كان يعلمهم العلم ويعلمهم الفقه ويعلمهم الكتابة والحكمة، يعلمهم كيف يتصرفون، ماذا يقولون، ماذا يصنعون. وإن كانوا من قبل أن يبعث كانوا في ضلال واضح مبين. دابا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، كان يقوم بهذه الأعمال، يقرأ القرآن، يطهر النفوس، يعلم الدين، يعلم الحكمة. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين الآن؟ دابا واش هذا الدور انتهى؟ الحقيقة لا أيها الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات بقي القرآن ينبغي أن يتلى. شكون اللي الدور ديالو دابا يتلو القرآن على الناس؟ حملة كتاب الله، فحملة كتاب الله راهم محسوبين في الحديث النبوي، العلماء ورثة الأنبياء. ماذا ورثوا؟ ورثوا العلم، يبلغونه للناس. لما كان النبحي هو كان يقرأ القرآن على الناس، واليوم الحمد لله عندنا حملة كتاب الله يؤدون هذه الوظيفة، يقرؤون القرآن ويعلمون القرآن. كذلك لما مات النبي بقي بعد ذلك دائما العلماء والعارفون بالله الصالحون يطهرون نفوس الناس مما فيها من الأمراض، وطبعا يعلمون الفقه والدين وما إلى ذلك. إذن نحن أمام إنسان عظيم، الله جعله حيا، جعله بركة، ولما مات لا ينقطع الخير، لا ينقطع الخير إلى يوم القيامة. لما تتعامل مع النبي الخير لا ينقطع عنك. متى ينقطع الخير؟ إذا انقطعت عن رسول الله. شتو؟ محد كان تعامله مع النبي، مع سنة النبي، مع الأخلاق النبي، الخير والبركة لا تنقطع. إذا انقطعنا عن ذلك انقطع والعياذ بالله الخير والبركة. لقد من الله على المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يقول لنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أولى معنى أولى، المؤمن ينبغي أن يكون في قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب من نفسه وولده والناس أجمعين. هذا راه أمر كبير بزاف وصعيب بزاف. كيفاش انت دابا في نفسك وفي حياتك النبي صلى الله عليه وسلم السنة دياله والدين دياله أقرب إليك من أولادك؟ كبير بزاف هذا الشيء، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. معنى أحب إليه؟ يعني الدين دياله والسنة دياله والهد دياله أحب إليك من كل هؤلاء، وهذا أمر يتطلب جهدا. أيها الكرام، الصحابة رضوان الله عليهم فهموا الرسالة، عرفوا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أنا دائما أقول إن هذه الآية من أخطر الآيات التي في الحقيقة تجعلنا كاملين في واحد الوضعية ديال التدبر والتأمل. الله تعالى كيقول: إذا كان الإنسان المؤمن أولاده وإخوانه والزوجة والمال والممتلكات أحب إليه وأقرب إليه في نفسه من الله ومن الرسول ومن الجهاد في سبيل الله، احذروا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ربي سماهم فاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا كان عندك القرآن هو التالي في حياتك، والنبي هو التالي في حياتك، والسيرة هي التالية في حياتك، والجهاد كما راه عند المسلمين دابا هو التالي في حياتهم، إلا ديك الزمرة اللي راه تجاهد في سبيل الله، نسأل الله عز وجل أن يمكن لها هذا أمر. فبالتالي نقول دائما إننا فعلا مطالبون بأن نغير الترتيب،
فأن نجعل كتاب الله أولا ونجعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم بعد ذلك نجعل محبة المؤمنين كذلك لها مرتبتها. أيها الإخوة الكرام، طبعا حتى لا يكون حديثي إن شاء الله تعالى طويل، لأن الغرض في النهاية أنني أنا وأنتم نساهم إن شاء الله تعالى في هذا الحفل البهيج، والله العظيم حفل بهيج، هؤلاء الجيران والأصدقاء وهذا الفقهاء الذين يملؤون هذا المكان، نسأل الله الرفعة لهم في الدنيا والآخرة، والإخوان كامل الأصدقاء والجيران، هي مساهمة سأذكر فيها ببعض النقاط بعد أن ذكرت قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يتقدم في قلوبنا عن ما سواه. أقول الذي لا يعرف قدر النبي، الذي لا يعرف قدر النبي عليه أن يقرأ القرآن الكريم. إي والله يقرأ القرآن الكريم، لأنك لما تقرأ القرآن الكريم ستجد أن الله تعالى عرف، وهو قد خلق النبي، عرف قدر النبي وأكرم النبي أكثر من أي شيء آخر. اقرأوا في القرآن الكريم ونتأملوا جميعا أنا وإياكم. الله تعالى في القرآن الكريم ذكر 25 نبيا، الأنبياء يقال أنهم 124 ألف نبي والله تعالى أعلم، والرسل منهم 314، والذين ذكروا في القرآن الكريم يلا 25 واحد. هاد الأنبياء الله تعالى خاطبهم، ولكن إيش كيدير الله عز وجل لما يخاطبهم؟ دائما الله تعالى يقول يا آدم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، دائما الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بسميتهم. قرأ في القرآن، هل تجد مرة واحدة الله تعالى قال للنبي محمد ما كيناش؟ الله تعالى ما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها بصفته. ولما الله تعالى ينادي إنسانا بصفته هذا تكريم أكثر من أي شيء آخر. الأنبياء الغالهم بسميتهم، ولكن هو الغالوا بالصفة دياله، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، هذا تكريم من الله. فإذن الله تعالى يعطينا درسا في القرآن أنه قد كرم النبي وعرف قدره، فينبغي أيضا أنتم أن تعرفوا قدره. هذه واحد. الأمر الثاني، وهذا ملحظ والله العظيم رائع جدا بالتأمل، لحظة، لما الله تعالى تكلم على إبراهيم ذكر له أخلاق وصفات، شنو قال الله على إبراهيم؟ إن إبراهيم لحليم أواه منيب. حليم أواه منيب، معنى حليم، الحليم هو الذي يملك نفسه عند الغضب وله سعة صدر، عنده الخاطر واسع، إبراهيم كان عنده الخاطر واسع، زائد كان يملك نفسه عند الغضب، هذه صفة الحلم. الصفة الثانية حليم أواه، معنى الأواه كثير التضرع إلى الله، كيبكي على الله بزاف وكيطلب الله بزاف، أواه زيد منيب، والمنيب هو كثير الرجوع إلى الله، إذا وقع له هم أو حزن أو ابتلاء أول ما يفكر فيه يطرق باب الله تعالى، فتأملوا رحمكم الله. أنت وأنا يقع لنا ما يقع لكل الناس، هموم وأحزان، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، الصلاة معنى هرع للصلاة، هرب إلى الله إذا وقع له. هذا ربي كيقول هنا على إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول هنا على نفسه. لاحظ الله تعالى كيقول على إبراهيم حليم أواه منيب، قال الله عن إسماعيل، إسماعيل عليه السلام الله تعالى قال عنه إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا، صادق الوعد هذا إسماعيل. وقال الله عز وجل عن أيوب، وما أدراك ما أيوب، أيها المريض إذا مرضت وابتلاك الله بالمرض فتذكر أن نبيا من أنبياء الله قد مرض مرضا طويلا، ولكن الله انظر ماذا قال في نهاية الأمر، قال إنا وجدناه صابرا، ابتليناه وابتليناه مزيان، ومنين قلبنا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أواب
راجع إلى الله. الله عز وجل قال عن موسى إنه كان مخلصا، الإخلاص ضد الرياء الشرك الأصغر، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. لاحظوا الأنبياء ربي يذكر لهم صفة صفة وحدة وحدة وحدة، منين جاء عند النبي واش قال عليه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. اجمع له كل جهاز الأنبياء، هذا شنو فيه؟ هذا شنو فيه؟ هذا شنو فيه؟ جما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق، أي قد جمعت كل شيء، أنت حليم أواه منيب، أنت صبور، أنت مخلص. هذا تكريم من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. والثالثة من مظاهر التكريم الرباني لرسول الله، لأن بعض الناس ما عارفينش قدر النبي، ومن أراد أن يعرف قدر النبي فليرجع إلى كتاب الله. اختكم الكلام ديالي وكل كلام الآخر، لا، ارجع لكتاب الله وانظر كيف كرم الله النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى في القرآن ما أرسل نبيا إلا لقومه، لما ذكر الله وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، ولما تكلم عن عيسى عليه السلام عليهم جميعا السلام الله تعالى قال ورسولا إلى بني إسرائيل. كل واحد عنده أمة. دابا احنا كاين شي واحد عنده الخبر على هود عليه السلام النبي، شنو هي الرسالة دياله؟ الله أعلم. عندنا حاجة واحدة، كان يدعو إلى توحيد الله، وصالح وإلى آخره. ماذا قال الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين، ومرة يقول له بالمؤمنين رؤوف الرحيم، غير ديال المؤمنين. وبعد ذلك قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للجميع، مسلمهم وكافرهم، جميع المخلوقات. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة الله. إذن هذا تكريم آخر، أن الله تعالى جعل ذكر رسول الله مستمرا إلى يوم القيامة، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. فهذا أيضا من مظاهر التكريم الرباني لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن مظاهر التكريم أن الله تعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. قال المفسرون رفعنا لك ذكرك، وهذا أمر أيضا ينتبه له. رفعنا لك ذكرك، قالوا ما من خطيب ولا مؤذن ولا مستشهد ولا مصل إلا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا تستقيم لك الشهادة بالتوحيد إلا إذا قرنتها بالشهادة أن محمدا رسول الله. لا يمكن، لا تقبل منك هذه إلا بهذه. ولذلك الآن في العالم لا شي واحد كيقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولكن ما أمنش بالرسالة، لا يقبل منه ذلك، لا يقبل منه ذلك، لا يقبل منه. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل لأن الله سبحانه وتعالى جعل كلمة التوحيد وهي مفتاح دخول الجنة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا تستقيم لك هذه الشهادة إلا إذا جمعت بين الشهادة أن الله واحد وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقرؤون سورة النجم، سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الله تعالى عن من يتحدث؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الله تعالى؟ الله تعالى زكى عقله، لأن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم راني مشيت في الإسراء والمعراج قالوا انت هبيل هبيل، وكانوا يقولون مجنون. الله تعالى نسف كل كلامهم فقال له ما ضل صاحبكم، راه مهبل موالو، هو أعقل الناس، ما ضل صاحبكم وما غوى. زك الله عقله بهذا، وزك الله تعالى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى. كلامه وحي، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المتفيقهون ديال هذا الزمان الذي يقول لك احنا بركة علينا القرآن السنة معنا ما نديروا بها، والله تعالى يقول عن السنة إن هو إلا وحي يوحى.
أخذت بالقرآن فخذ بالسنة. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى، معنى تولى أي من ترك السنة، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إلى وصلك الحديث وكان الحديث صحيح فاعلم أنه وحي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وله قوته. فإذا عندنا من تكريم الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام خاتما للأنبياء والمرسلين، وجعل الله عز وجل رسالته مهيمنا على الرسالات. وأمر آخر، حينما نقرأ في سورة النجم: زك الله تعالى لسانه قال وما ينطق عن الهوى، وزك الله عز وجل صدره في آية أخرى: ألم نشرح لك صدرك، وزك الله تعالى خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، وزك الله بصره ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر، هذوك الناس اللي كيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم داك الشيء ديال الإسراء والمعراج والجنة والنار ما شاف والو، الله يقول لهم ما زاغ البصر وما طغى، رأى ذلك حقيقة، ماشي منام، رآه حقيقة. الله تعالى عرف قدر نبيه ويعرفنا بقدر نبيه، والأمة مطالبة دائما أن تعرف قدر النبي وأن تعرف بقدر النبي. أيها الكرام، ومن الآيات العجيبة في القرآن الكريم التي تدل على قدر هذا العظيم الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، نبي الله إبراهيم. نبي الله إبراهيم لما جاءته الملائكة وبشروه بإسحاق النبي، لما انتهوا من ذلك شنو قالوا له؟ إننا ذاهبون. قال أين؟ قالوا له: نحن ذاهبون إلى قوم لوط. علاش؟ إنا مهلكوا هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين، غادي نمشيو نهلكوهم، قوم لوط الفساد الأخلاق. إبراهيم شنو قال؟ قال: إن فيها لوطا، راه كاين لوط تما حتى هو معه. قالوا: لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. لاحظ، الله تعالى أنزل عقابا على قوم لوط، شنو نجى الله تعالى؟ غير لوط والعائلة القريبة كالشعرة من العجين. إيوا شوف، هذه ربي القوم ديال لوط هلكهم كاملين، خلى غير لوط والخرين. إيوا رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، شنو قال له الله تعالى؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. سبحان الله، نبي لوط رب موجود والله عاقب القوم دياله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود وربك يقول له ما دمت حيا ما دمت موجودا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. وخدب هذه غادي يستفدوا منها غير ذوك الناس، وإحنا ما نستفدوش، ما نستفدوش. شنو قال الله عز وجل؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هم استفدوا بوجود رسول الله، ونحن نستفيد باستمرار الاستغفار إلى يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث: إن الله أنزل على الأمة أمانين، جوج الأمانات، جوج ديال الله سبحانه. الأول وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني ما دامت الأمة تستغفر الله لن ينزل عليها عقاب الله. هذا في كلام الله. فإذا لاحظ، نبي الله تعالى عاقب أمته وهو موجود والله نجاه، ونبي هو محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى لم يعاقب الأمة لأنه حي، ولما مات يستمر الاستغفار إلى يوم القيامة. إذا أردت أن يحفظك الله فاستغفر الله، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. من أراد أن يحفظ الله له أولاده، وأن يرد عليه صحته، وأن يرزقه الطمأنينة، ألا فليكثر من الاستغفار. أستغفر الله العظيم، أكثر من الاستغفار، فإنها سبب الفتح وسبب الراحة والطمأنينة. إذن تكريم الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى حفظ له أمته حيا لما كان، والله تعالى حفظ له أمته إذا استمرت في الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هناك أمور كثيرة فقط في القرآن الكريم تبين هذا الأمر. كاين سورة طه في القرآن الكريم، سورة طه الحديث فيها عن موسى بزاف،
موسى عليه السلام، حتى قالوا عاد شي مصر، قال لك كاد القرآن كله أن يكون كله لموسى. راه موسى مذكور في القرآن بواحد الشكل كبير جدا، ذكور كبير، علاش؟ درس وعبرة لينا نتعلموها. شنو قال موسى عليه السلام؟ موسى الله عز وجل قال له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ علاش زربت وخليت القوم ديالك وجيت؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: عجلت إليك ربي لترضى. عجلت راني زربت باش ترضى عليا. موسى اش كيدير ذا؟ جا دغيا باش ربي يرضى عليه. رجع للقرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. واحد كيطلب الرضا وواحد ربي عطاه له بلا ما طلبه. يطلب الرضا موسى: عجلت باش ترضى عليا، والله تعالى كيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ربي غيعطيك حتى ترضى بدون ان تطلب. موسى في سورة طه اش كيقول لله عز وجل؟ اشرح لي صدري. الله تعالى شنو قال على النبي؟ ألم نشرح لك صدرك. اعطاها له بلا ما يطلبها، وموسى يطلبها. ويسر لي امري، هذا كيطلبها موسى عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الله تعالى: ونيسرك لليسر. بلا ما تطلب حنعطيوك. الله عز وجل، الله عز وجل موسى عليه السلام كيطلب: اشرح لي صدري، يسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عاوني باش الكلام ديالي يكون واضح. الله تعالى واش قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ او النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال لنا على نفسه؟ اوتيت جوامع الكلم، ربي اعطاني فصاحة اللسان وجوامع الكلم لاختصار كل ذلك دون ان اطلبه، انا افصح العربي ولا فخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الإخوة الكرام، الحديث عن رسول الله لا يمل، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث طويل ماتع باذن الله تعالى. كان الغرض من هذه الكلمة وهذه الموعظة بعد شكر الأحباب الكرام هذه الوجوه الطيبة التي نحبها لله تعالى من الذين انضموا أو من الذين حضروا، كان الغرض أن نبين لأنفسنا وللذين يعلمون والذين لا يعلمون أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقام الأسنى والأعلى، وإذا أردت أن تعرف مقامه فانظر حيث وضعه الله تعالى. الله تعالى جعله في أعلى عليين، والله تعالى أكرمه، والله تعالى بيّن قدره وقيمته بالمقارنة مع الأنبياء والناس أجمعين. فكذلك نحن أيها الكرام، إذا أردنا سعادة وأردنا راحة وأردنا فلاحا، فينبغي أن يكون واحدا من اهتماماتنا أن نتعرف على رسول الله. من هو رسول الله؟ سيرة رسول الله، أخلاق رسول الله، أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتدي به. الهدي، الهدي ديالو في العلاقة مع الجيران، مع الآباء، مع الأبناء، مع الأحفاد، مع الأزواج، الهدي ديالو مع الآخرين إلى غير ذلك. أختم إن شاء الله تعالى بنقطة أعتقد أنها مهمة وهي مختصرة بإذن الله. ما هو واجبنا؟ ماذا ينبغي أن نفعل نحن كمسلمين؟ أولا ينبغي أن نعرف النبي، وهذا الشيء اللي كنديرو كاملين من أجل معرفة النبي. ثانيا ينبغي أن نؤمن بأنه رسول الله، وأنه أفضل خلق الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه مفتاحنا لدخول الجنة. ومن ترك النبي وترك سنة النبي وحارب سنة النبي فإنها الخسارة في الدنيا والآخرة، الإيمان به. ثالثا نصرة النبي، نصرة النبي. معنى نصرة النبي؟ ندافع عن سنة النبي، ندافع عن شريعة النبي، ندافع عن الأخلاق التي جاء بها النبي، وندافع عن المؤمنين الذين اتبعوا النبي. أقول هذا الكلام بمرارة شديدة، لأن هذا العام مر علينا عاما صعبا جدا مما نراه يقع في فلسطين من هذا القتل الهمجي من قتلة الأنبياء. والمصيبة ليست فيهم، المصيبة في هذين المليارين من المسلمين الذين يتفرجون على إخوانهم ولا يستطيعون إدخال لقمة خبز ولا دواء ولا ماء إلا بإذن الصهاية الملاعين.
فاللهم كن لهم وليا ومعينا ونصيرا. إذن ننصر النبي، ننصر سنته، ننصر دينه، ننصر شريعته، ثم بعد ذلك نتأدب مع النبي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كيجي واحد يقول لك قال محمد، قال محمد، هذه قال محمد تعرفه أنت يا واحد؟ قال قال رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما تتكلموش على النبي بحال اللي كتكلموا على أي واحد. ولا عندنا واحد سوء الأدب عند البعض على كل حال، كيقول لك يوسف ها شنو دار؟ شكون يوسف؟ هاد قلة له. نبي الله يوسف، نبي الله آدم، نبي الله نوح، رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا نتأدب مع الأنبياء، نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخيرا نكثر من الصلاة على رسول الله، بها تحل العقد. ذلك الصحابي المعروف جدا، معروف جدا، واحد الصحابي طبعا هذا الكلام اللي نخصه يدقق مزيان، جاء عند النبي فقال له يا رسول الله أنا أصلي عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ الصلاة ديالي شحال؟ راه ماشي الصلاة اللي كيقصدها الصلاة زعما اللي كنصليو الظهر، على لا، الدعاء ديالي. ما الصلاة واش تصلي فيها على النبي؟ راه عندها قوانين ديالها. قال له منين كندعي؟ شحال يا رسول الله ندير لك ديال النسبة ديال الصلاة عليك؟ ذاك الصحابي كيقول له يا رسول الله الربع. النبي قال له الربع مزيان، وإذا زدت فطيب، إذا زدت ما مزيان. قال له يا رسول الله ندير النص كاع، نص ديال الدعاء غير نصلي عليك اللهم صل على رسول الله. قال له النصف جيد، وإن زدت فأفضل. قال له يا رسول الله ندير أجعل الصلاة كلها، ندير واحد النهار واحد الجلسة الدعاء ديالي غير هما اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمور من بينها، قال له إذا يكفى همك، يكفى همك يا صاحب الهم، يكفى همك. عشان يكفى همك ما تعانيه من ضغوط تاع الأولاد وضغوط ديال الزواج وضغوط ديال العمال وغيره، يكفى همك ويغفر ذنبك، ويغفر ذنبك. السبب شنو؟ أنك جعلت وقتا وخا قصير للصلاة على رسول الله. اللهم صل على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أسأل الله العظيم لي ولكم الرحمة والمغفرة والشفاء من الأسقام. نسأل الله لأولادنا جميعا وبناتنا الصلاح والنجاح والعافية والهداية، ونحن جميعا كل واحد بالنية دياله. اللهم يا فالق الحب والنوى أنت تعلم نوايانا، فاللهم اقض حوائجنا. يا فالق الحب والنوى اعطي لكل عبد منا ما نوى. وكل واحد جالس راه عنده نية في الله، من وضع ثقته في الله كفاه الله سبحانه وتعالى. اللهم شافي المريضة وعافي المبتلى وقد الدين عن المدينين. اللهم ألف بين القلوب. اللهم إنا نسألك الإخلاص. وهذه الجلسة إن شاء الله تكون جلسة رحمة، وتكون حجة لنا يوم القيامة أننا جلسنا لغرض واحد، جلسنا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في لبنان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم عليك بالملاعين، الصهاين الملاعين ومن والاهم. اللهم احفظ المجاهدين وسدد رميهم وثبت أقدامهم وشد من أزرهم. اللهم لا تشمت بهم الأعداء. يا الله يا الله برحمتك نستغيث. اللهم أكرم إخواننا الذين أكرمونا في هذه الليلة. اللهم احفظ لهم ذرياتهم، اللهم ارحم لهم أمواتهم، اللهم شافي مرضاهم. ونحن جميعا اللهم ألف بين قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. هاد الفقهاء ديالنا الذين الجلوس معهم نشهد الله تعالى أننا نحبه ونكون سعداء بالجلوس معهم. اللهم ارفع قدرهم في الدنيا والآخرة. وهاد الجيران والأصدقاء كاملين اللهم بارك فيهم جميعا، اللهم استر العيوب واغفر الذنوب. صل اللهم على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله ورفع الله قدركم.